ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي، كتير 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 من زمان ما عملت لكوش فيديو وطلعت كده اتكلمت معاكم يعني، واتناقشت معاكم كده في شوية تعليقات يعني بتتكتب لي في الفيديوهات اللي انا بنزلها. اخيرا الفيديو بتاع امبارح اللي هو كانت غزل جاي من المدرسة، ويزن جاي من المدرسة، يزن جاي من المدرسة، فانا بزعق له وغزل جاي من المدرسة، فانا بتكلم معاها وبغني لها يعني. بصوا يا جماعة، انتوا المشكلة ان انتوا مش فاهمين حاجة، المشكلة ان انتوا بتتكلموا وانتوا مش عارفين ايه اللي بيحصل عندنا، او انتوا يعني مثلا انتوا بتشوفوا مثلا جزء من حياتنا مش بتشوفوا حياتنا كلها. فمثلا يزن لما كل يوم كل يوم كل يوم يجي بثلاث اربع مشاكل من المدرسة، وكل يوم مثلا يعني مثلا المدرسة بتشتكي منه، ميس البس تشتكي منه، السواق، الادارة بتاعت المدرسة، كل المدرسة بتشتكي منه حرفيا. كل يوم تليفونات تجينا، يزن تعالوا شوفوا، يزن تعالوا، يزن عمل ايه ومش عمل ايه. انتوا بتقولوا في الكومنتات، في حد كاتب لي بتقولي اصل لو انتوا مش مدلعينه وبتحرموه من الحاجات اللي بيحبها، او يعني بتحرموه او بتعاقبوه عقاب في الحاجه اللي بيحبها، هو مش هيغلط. انتوا مش عارف، انا رديت على كومنت امبارح مكتوب لي، هو انا مش فاكره مين، بس انا رديت في الكومنتات وحد كاتب انتوا لو بتعاقبوه او بتحرموه من حاجه هو بيحبها هو مش هيغلط. انتوا بتتكلموا وانتوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل في حياتنا، او انتوا مش فاهمين انا بعاقب ازاي، او انا مش هطلع مش هصور فيديو وانا بعاقبه، لان انا هلاقي حتى لو انا بعاقبه في فيديو انتوا هلاقي هجوم كتير جدا عليا. اذا كان انا بتكلم معاه بس بزعق له بقول له انت عملت ليه كده يزن في المدرسه، كميه هجوم غير طبيعيه في الكومنتات كلها، كل الكومنتات انت بتحبي غزل، يزن غزل اكتر من يزن. شوفي غزل اول ما جيت من المدرسه انت عملتيها ازاي، وشوفي يزن اول ما جه من المدرسه انت عملتيه ازاي. يزن جاي من المدرسه كان احمد ومحمد، كان بابا مش موجود، فاحمد روح يجيبه محمد من بص المدرسه، فالميس بتقول لهم يعني بصراحه احنا خلاص تعبنا جبنا اخرنا. بابا كل يوم يجي الميس تقول له يا عمل النهارده كذا، عمل النهارده كذا، عمل النهارده كذا. النهارده مثلا في المدرسه جاي، فقعد يعيط لهم في المدرسه كتير، فالميس بتقول له مالك؟ قال لها بطني وجعاني. فراحت قالت له حبيبي لو انت تعبان ايه اللي جابك؟ هو اصلا مش تعبان، هو نزل كويس جدا جدا من البيت، وجي كانت بطنك بتوجعك؟ لا ما كانتش بتوجعني. طب كنت بتقول كده ليه؟ هو انا كده؟ طب ليه يزن بتعمل كده؟ هو انا بعمل كده؟ طيب هو اصلا لازم اعاقبه؟ اصل انت مثلا مش هعدي مره واثنين وثلاثه من غير عقاب، فلازم بعد كده يكون في عقاب، لانه بعد كده هيتمادى. انتوا مش عارفين ايه اللي بيحصل فانتوا ما تحكموش. انا كتبت لكم كده في الكومنتات، في حد بيقول ايه انت وفي ناس بتدعي في الكومنتات منك لله يا شيخه روحي مش عارفه ايه، يا مش عارفه ايه. طب ليه يا جماعه تدعوا علينا اصلا؟ انا يعني اصلا هو يعني ولا انتوا شفت مني حاجه وحشه وانا شفت منكم حاجه وحشه، فليه تدعوا عليا؟ اللي بيدعي على حد ده بيكون شاف منه حاجه وحشه او شاف منه تصرف مش كويس، انتوا بتدعوا عليا ليه؟ ليه بروحي منك لله؟ روحي يعني في ناس بتدعي على غزل، ربنا ياخدك يا غزل عشان امك تنتبه ليزن ويعني وتشيل الاهتمام من غزل شويه وتحطه في يزن. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، غزل ما شاء الله عليها في المدرسه، ويزن على فكره شاطر جدا جدا في المدرسه، ممتاز ممتاز في المدرسه، وبيجيب الدرجات النهائيه في الامتحانات وما شاء الله عليه. بس عيبه هي اداره المدرسه بتقول لباباه، بتقول هو بيتفنن ان هو يضايقنا، بيتفنن ان هو يضايق صحابه، فانا لازم اعاقبه حتى لو هو جاي من المدرسه مش حد هيشتكي منه، وانا بقى قبله بابتسامه لحد هنا كده ايه يا زوني يا روحي عملت ايه النهارده، واغني له زي ما انا غنيت ليزن شور ان انا هقابله وش حتى مكشر واقول له ليه انت عملت كده يا يزن؟ ليه تخلي كل الناس ما تحبكش؟ ليه تخلي كل الناس تقول احنا مش عايزين يزن معانا؟ فانا لازم اقول له كده وارد عليه. غزل جاي من المدرسه محدش بيشتكي منها، فاكيد هقابل ازيكي يا روحي عامله ايه قلبي كويسه وكده. يزن جاي الناس كلها بتشتكي منه، فلازم اقابله حتى لو بصوتي فيه زعيق، صوتي حاد شويه عليه، لان هو غلطان لازم اعاقبه، لازم اقول له ان انت عملت كده غلط. بصوا انا ما بفرقش بين يزن وغزل في اي حاجه، في اي حاجه. جبت الغزل لعبه بجيب ليزن لعبه، جبت الغزل لبس بجيب ليزن لبس، ده عايز حاجه من بره بجيب له، دي عايزه حاجه من بره بجيب لها. انا مش بفرق في اي حاجه بتيجي الغزل ويزن ابدا ابدا ابدا. هو انا بفرق؟ هو انت لو انت مثلا اي حد بيتفرج عليا، اصل اكيد يزن، في ناس بتكتب لي في الكومنتات معلش عشان بنسى، بس هو اكيد يزن مش ابنك. يعني ازاي مش ابني؟
يعني ازاي مش ابني مثلا، اتبنيته مثلا ولا ايه؟ يعني ازاي مش ابني؟ بصوا يا جماعة، هو محدش بيتحمل حد، فاكيد لو مش ابني انا مش هتحمله. فانتوا لو بتتكلموا يعني يا ريت يا ريت يا ريت تاخدوا بالكم من الكومنتات شوية. والناس اللي بتدعي دي انا بجد بعملها بلوك من عندي من على القناة، لان انا مش حابة ان حد يدعي عليا ولا على بنتي. ليه تدعوا علينا؟ ليه تدعوا على غزة لحد يقول ربنا ياخدك يا غزة عشان مامتك تنتبه ليزن؟ وليه تدعوا عليا انا تقولوا منك لله؟ ليه تدعوا علينا؟ هو انا مشفتش منكم حاجة وحشة؟ وانتوا شفتوا مني حاجة وحشة عشان تدعوا عليا؟ انا لو بتكلم معاكم بتكلم عشان بجد الكومنتات بتاعت امبارح فعلا ضايقتني، وفعلا انا عايزه اطلع ارد عليكم وابين لكم ليه انا بعمل ده كده وليه انا بعمل ده كده. هو انا مش بفرق ما بينهم في المعامله، بس ده غلط بيتعاقب، وغزل كمان على فكره لو غلطت بتتعاقب وانتم مش عارفين حاجه. انا غزل بعاقبها وبعاقبها كمان والله العظيم اكتر من يزن سعيد. فانتوا ليه لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا انتبهوا لكلامكم وانتبهوا للكومنتات اللي انتوا بتكتبوها. ويا ريت يا ريت يا ريت موضوع الدعاء ده ما حدش يضيع علينا، عشان انتوا مش عارفين انتوا مثلا ممكن كومنت واحد يعمل فيا ايه انا في نفسيتي، او ممكن يتعبني ازاي. بس فلو سمحتوا خلي بالكم من كومنتاتكم. وانا كنت طالعه ارد بس على الكومنتات دي وعلى الحاجات اللي بتتقال يعني في الكومنتات، عشان فعلا امبارح الفيديو ضايقني. انا كنت هقفل الكومنتات على فكره، بس قلت لا خلي اللي يكتب يكتب، بس انا هطلع ارد في فيديو. شوف يعني انتوا ليه بتكتبوا كده؟ ليه تدعوا عليا؟ ليه تكتبوا كده؟ ليه تدعوا على البنت دي؟ بنت لسه عندها 8 9 سنين، يعني ما تعرفش اصلا الصح من الغلط. اه عارفه الصح من الغلط، بس لسه لسه يعني لسه مش كبيره. مش غزه لما بتشوفني مثلا بزعق لازم او هضربه، لا بتقولي ماما ما تضربوش وتقف تحمي عليه تعمل لي كده، ما تجيش جنبه ما تضربهوش. فانتوا مش عارفين ايه اللي بيحصل. لو سمحتوا انتبهوا كويس يا جماعه لكلامكم والكومنتات اللي انتوا بتكتبوها، عشان انا بطلع اني اكيد شور مش هبين لكم حاجه وحشه في الكومنتات، ومش هبين لكم في الاصل قصدي في الفيديو يعني، ومش هبين لكم حاجه وحشه في الفيديو. ومش هطلع مثلا وانا بشخط فيها زن وبزعق له وبوريكم انا بحلمه من ايه وبحلم غزل من ايه لما بتغلط. فلو سمحتوا يا جماعه انتبهوا لكومنتاتكم شويه وانتبهوا للكلام اللي انتوا بتقولوه. بس فانا كنت حابه بصراحه اطلع ارد على الكومنتات دي عشان ضايقتني جدا امبارح. وانتوا انا بحبكم، وانتوا يعني بجد وانتوا غاليين عندي. وان لو بصور حاجه على فكره انا بتكلم بطبيعتي جدا في الفيديوهات، وبصور طبيعتي جدا في الفيديوهات، ولا بطلع اعمل ايه وايه والكلام ده كله. انا بصور يعني مثلا يزن مثلا جه مدرسه عادي زعقت له او اتكلمت قدامه اتكلمت معاه فنزلت لكم فيديو زي ما هو، ولا فلترت كلام ولا عملت مونتاج لحته معينه او مسحت حته معينه من الفيديو وبينت الكلام كويس وبينت الكلام وحش. لا انا بينت لكم الفيديو زي ما هو. غزل لما بتغلط برضو لو عملت حاجه في فيديو مثلا وانا بصور بزعق لها بقول لها لا انت غلطانه ما تعمليش كده. فيا ريت يا جماعه لو سمحتوا خلي بالنا من كلامنا يا جماعه، عشان انتوا مش عارفين ان ممكن كومنت واحد او ممكن بس حاجه واحده تعمل فينا ايه. وعلى فكره اي كومنت فيه دعاء علي او على غزل انا بعمل لصاحب الكومنت ده بلوك من عندي من على القناه، لان انتوا اصلا مش من حقكم تدعوا عليا. انتوا شفتوا مني ايه وحش؟ لو سمحتوا ما تدعوش علينا، او ما حدش يكتب فيكم كومنت. اكتبوا كومنتات سلبيه زي ما انتوا عايزين، انتقدونا، اكتبوا السلبي واكتبوا الايجابي براحتكم، بس دعاء. ليه تدعوا علينا؟ ليه تدعوا عليا وعلى البنت؟ انتوا مش عارفين يزن بيعمل ايه، انتوا مش عارفين يزن انا ممكن بعمل ايه في حياتي معاه، او ممكن هو بيوصلني لايه. فلو سمحتوا يا جماعه لو سمحتوا رجاء مني انتبهوا لكلامكم وانتبهوا للكومنتات اللي بتكتبوها. انا مش بقول لكم ما تكتبوش حاجه سلبيه واكتبوا اكتبوا علينا كل حاجه ايجابيه، لا طبعا، لان ما فيش حد هيجتمع عليه حب الناس كلها او كره الناس كلها. اكيد زي ما في ناس بتحبني في ناس كمان بتكرهني، في ناس ما بتحبنيش، عادي دي حاجه ترجع لكم. بس لو سمحتوا الكومنتات دعاء، انا مش عايزه دعاء. وانتم محدش يكتب كومنت وانتم مش عارفين ايه في خلفيه الفيديو او ايه اللي بيحصل ورا الفيديو او ايه اللي بيتم في حياتنا الشخصيه. انا بصور لكم جزء من حياتنا، مش بصور لكم حياتي كلها. انتوا في حاجات كتيره جدا في حياتنا انتوا ما تعرفوهاش. فرجاء يا جماعه زي ما انا بحبكم وبنزل لكم فيديوهات ان انا عايزه اشارككم كل لحظه في حياتي، وان انا عايزاكم تبقوا مبسوطين معايا، اكيد مش هبين لكم الجانب الوحش او الجانب اللي انتم مش عارفينه في حياتي. فلو سمحتوا كل حد ينتبه للكومنت اللي بيكتبه، ولو سمحتوا غزل طفلة، غزل زي ما يزن طفل، غزل طفلة
لو سمحتوا انتبهوا لكومنتاتكم وانتبهوا لكلامكم، وشكرا جدا ليكم، واسفه لو كنت قلت كلمه ضايقت حد فيكم او قلت كلمه زعلت حد فيكم، بس انا مش قصدي، بس بقول لكم انا طالعه بتكلم معاكم بطبيعتي وبتكلم معاكم باللي انا عايزه افهمه لكم. بس يا جماعه، وده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اللي عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايكات كتير وكومنتات، تفعلوا زر الجرس، تشتركوا في القناه. وبحبكم كتير 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 كتير. باي باي.